لله سبحانه وتعالى. ومن طلب المزيد ونحن نطلب المزيد فليثر بحمد الله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بدأت هذه الجمعية قبل ربع قرن من الزمان، وكان من أهم أهدافها أن نعلم الناس التلاوة الصحيحة، ثم نعلمهم معاني القرآن، ثم يتحلقوا في حلقات ليحفظوا شيئا من القرآن الكريم. هكذا بدأت هذه الجمعية، كانت أمنيتها أن تنتشر حلقات القرآن الكريم في ولاية الخرطوم أولا ثم في بقية الولايات. نحمد الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه الجمعية أيها الجمع الكريم، أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى في كل ولاية من ولايات السودان، بل في كل محلية من محليات السودان. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا يوم حمد لله سبحانه وتعالى، أن يكون معنا وفي معيتنا ضيف كريم حباهم الله سبحانه وتعالى بأن استودع كلامه في صدورهم. أحييكم إخوتي المحكمين أو المحكمين، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي شيخي القاضي عبد الرشيد الصوفي رئيس لجنة التحكيم من قطر الحبيبة، وأحيي أخي الدكتور سالم بن محمد الزهراني من مكة البلد الطيب الأمين، قبلتنا، أحييه من هنا ومن هناك. وأحيي أخي من دولة الأمارات الشقيقة علي حسن آل علي، وأحيي أخي علي عبد الباقي الشايب من السودان، ولكنه جاءنا من طيبة الطيبة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأحييكم أنتم أبنائي وبناتي الذين من الله عليكم بأن جعل كتابه وقرآنه وكلماته الأخيرة في صدوركم. أرجو أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي ليس بعدها نعمة. الناس يفتخرون أن فلاناً يحفظ ألفية ابن مالك، وحق لنا وحق له أن يفخر بأنه يحفظ ألفية ابن مالك، وحق له أن يفخر أنه يحفظ الشاطبية، ولكن الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حق له أن يلهج بلسانه صباح مساء. الحمد لله رب العالمين. فلنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الله سبحانه وتعالى. هذه الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى بلغنا الله سبحانه وتعالى هذه الدورة التاسعة، ونحن في عافية وصحة وستر. الناس يزدادون على مستوى العالم رجالا ونساء. الآن في هذه القاعة 71 متسابقا جاءوا من هنا وهناك، لا لشيء إلا للاحتفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى مستوى السودان أكثر من 210,000، بل 210,737 متسابقا في هذه الدورة على مستوى السودان. ما أعظمها من نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. إخواني وأخواتي حفاظ كتاب الله، أكرر التحية لكم والسلام لكم والاحتفاء بكم. والتحية لإخواني وأخواتي بجمعية القرآن الكريم.
مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والضيوف الكرام ومحبي كتاب الله سبحانه وتعالى، والتحية لأخي علي الزين قائد الرد في هذه الجائزة، مدير هذه الجائزة، وإخوانه الكرام. أحيي إخواني في الإعلام الذين تعودوا أن لا تكتب أقلامهم إلا كلمات ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا يصور شيئا إلا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءوا من هنا وهناك مستبشرين ومحتفين بكم إخواني وأخواتي حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الجمعية المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا أخي المشير عمر حسن أحمد البشير خادم القرآن راعي هذه الجمعية رعاية حقيقية بماله ونفسه ووقته، فهو الآن يبلغكم التحايا أيها المحكمين، ويبلغ الإخوة والأخوات حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى يبلغكم التحايا من هناك. وأرجو أن أقول لكم حمداً لله أيضاً لمزيد من النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الجمعية التي بدأت صغيرة أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى في كل أنحاء السودان يتحلقون في حلقات القرآن للحفظ والتعليم والتدريس وتعليم القيم القرآنية، بل أقول كنا في الماضي أمنيتنا أن يكون لنا برنامجاً في التلفزيون أو برنامجاً في الإذاعة، فمن الله علينا بحمد الله بثلاث إذاعات، ومن الله علينا بقناة البشرى التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذا المستقبل القريب أكثر القنوات مشاهدة بإذن الله سبحانه وتعالى، تهتم بأمر القرآن وبأمر المسلمين في العالم كله، وكذلك قناة الفرقان. أيها الإخوة الكرام، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله بهذه الجائزة، وأكرمنا بكم، وأكرمنا بهؤلاء الشيوخ، فالتحية لكم مرة أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال لنا جميعا يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أبناء الطلاب المتسابقين والطالبات، أقول لكم كلمة: أنتم ستتنافسون بعد قليل، أقول لكم والله كلكم أول، كلكم أول، لأنكم جميعا حفظتم كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يخلقكم بأخلاق القرآن الكريم، وأن يكون همكم الأكبر هو هذه الأمة. الآن الأمة محتاجة حاجة ماسة لأمثالكم، أرجو أن نهتم بهذه الأمة. ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صنع من أصحابه صورا حية من إيمانه تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. لقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن طبع من المصحف الشريف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفة، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب، وأطلقها تعامل الناس، تأخذ منهم وتعطي، وتقول بالفعل والعمل: ها هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله من عند الله. ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. فأرجو منكم إخواني وأخواتي حفاظ كتاب الله أن تكونوا كذلك، إذا رآكم الواحد يراكم قرآنيين تمشون على الأرض، وبهذا ستنتصر هذه الأمة. لا أريد أن أطيل، بل أقدم لكم أخي وشيخي عبد الرشيد صوفي رئيس لجنة التحكيم ليبدأ في تحكيمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين خير من